اليوم حضرت لكم مواصفات طبيعية تخلصكم من اللون الداكن تحت الإبطين ومكوناتها طبيعية، تحب المداومة وحسن الاستعمال وطريقة الاستعمال وجودة المكونات، لكن ضروري تاخذي بالأسباب، لأنه الأسباب إذا لم تعالجيها وتقضي عليها يبقى اللون الداكن في الإبط مستمر ولا يتلاشى. أولا البسي ملابس قطنية داخلية، يعني تكون من قطن وليس من اللاينون لتجنب الاحتكاك. ثانيا نوعية مزيل العرق الرديئة، يعني الكاليتي، يعني رديئة النوعية، تتسبب في حروق يعني للمنطقة وتتسبب في لون داكن خصوصا الرذاذ. حاولي تستعملي مزيل عرق يكون نوعية جيدة وفي نفس الوقت جففيه بعد الاستعمال. النظافة الشخصية في المكان، يعني قومي بتنظيف المنطقة يوميا، الاستحمام الدائم، أزيلي شعر المنطقة يعني مزيل الشعر يكون نوعية جيدة، وحتى لو تستعملي شفرة الحلاقة تكون نوعيتها جيدة، ونظفي المنطقة فيما بعد، قومي بترطيبها وجففيها. تابعوني أخواتي مع هذه الوصفات الطبيعية لتعطيك لون رائع وتزلك هذاك السواد واللون الداكن، وبإمكانكم استعمالها على أي منطقة سوداء في الجسم خصوصا الإبطين. العنصر الرئيسي في هذه الوصفات هي الطماطم، عصير الطماطم. نقوم ببشر الطماطم ونستخلص عصيرها، هي غنية بالفيتامين سي الذي يعطيك التفتيح ويعطيك الانتعاش للمنطقة. إذا داومت عليها هي صديقة للإبطين، تزيلك هذاك السواد. قومي ببشر الطماطم واحتفظي بجزء لا تبشريه لأننا نحتاجه. في الوصفة الأولى نحتاج إلى مبشور الطماطم، وفي الوصفة الثانية كذلك نحتاج إلى مبشور الطماطم. أما في الوصفة الثالثة نحتاج إلى مكونات مختلفة. احتفظي بنصف حبة طماطم نحتاجها فيما بعد. ونبدأ الوصفة الأولى، نحتاج إلى الأرز المطحون. هذا الرز الأبيض العادي، اطحنه أو اشتريه جاهز مطحون، هذا هو. نحتاج إلى ملعقتين نضيف لها بيكربونات الصوديوم، بيكينج صودا بيكربوناته وليست بيكينج باودر، هذه نستعملها في التنظيف وفي الطبخ أيضا، طبخ الفاصوليا، طبخ الحمص، يعني للطبخ وللتنظيف. نحتاج إلى ملعقة، نقوم بجمع المكونات بمبشور الطماطم حتى نتحصل على قوام كريمي. بللي منطقة الإبطين جيدا بالماء الدافي، طبقي هذا الخلطة وابدأي في عمل فرك دائري بالتقشير لمدة 5 دقائق، ثم أغسليها بماء دافي وكرري العملية بماء بارد ونشفي المنطقة، جففيها جيدا. يكرر هذا الماسك وهذا التقشير 2 حتى 3 في الأسبوع، يعطيك نتائج ممتازة. ننتقل الآن إلى الوصفة الموالية، ملعقة من بيكينج صودا بيكربونات الصوديوم، بيكربوناتو بيكينج صودا وليست بيكينج باودر، هي تباع في الصيدليات وفي محلات المواد الغذائية، لكن تستعمل في التنظيف وفي الطبخ. نضيف لها أيضا ملعقة ونصف من عصير الطماطم. واثنين ملاعق من الحليب، أي نوع حليب عندك.
نقوم بخلط المكونات جيدا، ثم نمسك هذيك نصف حبة الطماطم المتبقية ندهن. شوفوا الطريقة. يعطيك نتائج ممتازة، تفتيح للون، إزالة للسواد، إزالة للتصبغات المكتسبة عن طريق الإهمال. استعملي هذا الروتين مرتين حتى ثلاثة في الأسبوع، يعطيك نتائج ممتازة. والآن ننتقل إلى الوصفة الموالية. عندنا معجون الأسنان، أي ماركة عندك، لا يهم الماركة، لا تتقيدي بالماركة الموجودة عندي. ثبتت فعاليته في تفتيح اللون الداكن واللون الأسمر للإبطين وللمناطق الحساسة للأكواع، يعني أي سواد متواجد في الجسم معجون الأسنان يعطيك نتيجة ممتازة إذا استعملته. ونأخذ ملعقة كبيرة من معجون الأسنان، نضيف له خل التفاح. خل التفاح ثبتت فعاليته في تفتيح اللون، يساعد في إزالة الإسمرار والسواد والتصبغ الناتج عن طريق الإهمال. الوقاية تعمل لكم يعني حل وتزيل لكم هذاك التصبغ وتعطيكم حماية من الإسمرار مستقبلا. نضيف خل التفاح إلى معجون الأسنان، طبعا هي اختيارات وكل وحدة تستعمل المناسب لها. ونضيف أيضا بيكينج صودا، بيكربونات الصوديوم، بيكربوناتو، كل بلد كيف يسميه. هذا ليس بيكينج باودر، هذا بيكينج صودا الذي نستعمله في الطبخ وفي التنظيف، يباع في الصيدليات وفي المحلات لغروند سورفاس، الكارفور، يباع يعني في محلات المواد الغذائية أو عند العطار أيضا. نحتاج إلى بيكينج صودا، نضيف ملعقة، ثم نضيف أيضا الرز العادي الأبيض المتواجد عندك لتعملي به السلطات لتطبخيه، وليس الرز البسمتي، الرز العادي جدا. نضيف أيضا إلى الخلطة كل المكونات ملعقة ملعقة، ثم نجمع المكونات بعصير الليمون الحامض. طبعا اللي عندها حساسية من الليمون الحامض تستعمل الوصفتين السابقتين. أنا نعطيكم موسوعة من الخلطات ولكن الاختيار، أهم حاجة حسن الاستعمال وطريقة الاستعمال وجودة المكونات ووقت الاستعمال. أخلطيهم جيدا حتى تحصلي على قوام كريمي. رسالتي الأخوات اللي يقولوا لي يعني تحكي بزاف أو تحكي كثير أو الفيديو طويلة أو هكذا، اختصري الفيديو، قومي بالضغط على الزر الأحمر وأسرعي فيه، يصبح قصير جدا الفيديو، وفي نفس الوقت أنا وصفاتي للمهتمات بالموضوع وليس لغير المهتمات. عندي مشتركات من جميع أنحاء العالم يهمهن الأمر ويهمهن يعني كل نصائحي ووصفاتي. طبقي الخلطة على أماكن السواد مثلا تحت الإبطين، طبقيها على الأكواع، على الرقبة، على مفاصل اليدين، بين الفخذين، الكعبين، يعني أي مكان أسود في الجسم حتى على الركب. وابدأي في عمل فرك بسيط دائري يعني هكذا لمدة 5 دقائق، اتركيها بعد ذلك مدة 10 دقائق ثانيات، واغسلي بماء دافي ونشفي المنطقة جيدا وقومي بالترطيب. وما تنسوش النصائح اللي حكيتها في بداية الفيديو، أنه ضروري من تعقيم المنطقة وتنشيفها يعني تجفيفها، عدم ترك العرق والرطوبة تتكاثر هناك، الحلق المنطقة بالمكونات تكون مناسبة، يعني شفرة حلاقة أو مزيل للشعر يكون نوعية جيدة، ولبس ملابس داخلية قطنية، واعملوا وقاية لأن الوقاية خير من العلاج، تعطيكم نتائج ممتازة. دوموا على هذه الوصفات وراح تتحصلوا على نتائج مفرحة، وتكتبوا لي آرائكم في التعليقات. شكرا بزاف بزاف وإلى اللقاء. سلام.